السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة، ما تنسونيش بالاشتراك ديالكم وديروا جيم وديروا كومنتير وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبطبيعة الحال التعليقات ديالكم كتهمني وانا كنجاوب عليها. وكيف ما شفتوا انا ما نسيتكمش، انا جبت لكم جديد في عالم الموضة وعالم الالوان، عالم الاناقة والتنسيقات. خليكم على فيديو حتى الاخر، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وشكرا لكم. كيف ما كتشوفوا هاد الشوميزه اللي عجبتني بزاف في اللون الوردي مع بنطلون ابيض، او كتشوفوا هاد الشوميزه اللي كتحمق فيها ازرق. بالنسبه للبنات لهاد الملابس، راهم ملابس تركيه المحجبات وغير المحجبات والمحتشمات، ملابس كلها تنسيقات وكلها الوان، موضه جديده كيف ما كتشوفوا. هذا الفستان اللون اسود اللي عجبني بزاف، وهذا الانسومبل اللي غزال بالنسبه للبنات اللي كي الملابس مدرسيه اللي كيقراو حتى اللي ما كيقراوش اللي كيعشقوا هذا النوع من الملابس. انسومبل في البيستاش اللي كتجي تحت منه لا شوميز في لون ابيض. هاد الفستان حتى هو في لون بيستاج، كتجي غزالة في اللبسة ديالها، معها الساك انسومبل بشوميزات مختلفة الالوان، وبنطلون كيجي في الابيض ومعها سبرديلة او سباطري في الابيض. هنا هاد لاشوميز كيجي معاه سروال جين وفيها جوج الالوان، هنا عندنا اللون الاحمر واللون الاخضر. بطبيعة الحال هاد الالوان البنات راها صيفية، وخصوصا لي زاكسيسوار اللي كيجيو معاها. والشال بالنسبة للبنات المحتجبات كيجي في البيج. هاد الانسومبل كيجي الشوميزة ديالو في الجين، كيجي معاه سبادري وبنطلون في الابيض، وهذا الكاب كما كتشوفوا غزال بزاف كيجي في البيج. بنطلون واسع من التحت، وهاد القميجه اللي في الجين كتجي معاها تنوره ولا كيجي معاها بنطلون لك الاختيار. بالنسبه للالوان راهم متناسقه، بالنسبه للشال كيجي في البيج مع الساك. هاد لا شوميز كتجي طويله بزاف تحت منها سروال الابيض ولك اختيار. هاد الانسومبل زوين بزاف تنوره معاه تريكو في الاخضر، وكيجي معاه الاصفر او شي لون اخر. هاد لا شوميز طويله بزاف كتجي زوينه مريحه وانيقه، وخصوصا عجبتني بزاف هاد الانسومبل او هاد لاشوميز كتجي غزالة في هاد الاكسسوار وفي هاد اللون. صراحة عجبتني بزاف، خصوصا هاد الربطة اللي كتجي في الخصر، وخصوصا هاد البنطالون ولا شوسيور كيجي في الابيض. انسومبل في المارون كيجي غزال 3 بيس كتجي معاه صندوق. هذا هو اخر لا فيديو، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.